يا فيفي، براري من التحذير لا تعادل شوكة التجربة. فيفي حبيبي، يعني هي مو نهاية العالم، الشغلة مرقت وخلاص، انسيها بقى. خلص فيفي، خلص حبيبتي. رفقاتي بالمدرسة مبارح دقولي وعجبهم البرنامج كتير، وضلوا يضحكوا 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 عليك لفقع قلبهم من الضحك. Ha ha!
جنيت. ما بعرف شو صار لها، مالي عرفانة شو بدي ساوي. يا حبيبتي مو هي، مو هي ابدا، فوتي شوفيها. مصدومة يا حبيبتي ميمي، البنت مصدومة، خاصة انه عندها مشكلة اساسية انه ما عندها اي نوع من انواع الروح الرياضية، وهي مشكلة. غلطت بنتك، غلطت. بعرف انها غلطت، بعرف انها غلطت مطيعة، بس شو بدي ساوي؟ بروحها يعني؟ مالي عرفانة شو بدي ساوي، فوتي شوفيها. وما حكيت معي اللي صوروها وبهدلتهم؟ لا، اكلتها بجنابها، ومن يومها هي صار لها اسبوع ما طلعت من اوضتها. واضح ميمي حبيبتي، كرامتها مجروحه، انكسرت شقامتها. ايه مطيعه، مظبوط، انكسرت شقامتها. يا علي عليها، لك يضربوا هنن والكاميرا الخفيه، لك يضربوا شغلاص. طيب ليه ما بتحكي معها؟ تاخديها لبرا، تروحوا رياضه، جوجينج، تاخديها مشوار. ما عم ترضى. جربت قلت لها قومي حبيبتي، قومي لاخذك مشوار، قومي لنزلك على السوق اشتري لك اواعي. ما عم ترضى تقوم من التخت. اكل مطيعه، اكل ما عم تاكل، صارت خيال. شو اعمل؟ لا 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 ميمي حبيبتي، الوضع ما بينسكت عنه، بدها معالجه، بدها دكتور. دكتور؟ دكتور شو؟ فوتي. نعم دكتور. لك يا حبيبتي مو لقلك لاختك، انت ما بدك تفوتي. قالوا حبيبي، حبيبتي يا عمي، مو لقلك الحكي. يلا 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 يا شطوره يلا. يا اخي قلبهم القطاط ما احلاهم. وين كنا؟ عند فوتي. اه ايه فوتي. مرحبا دكتور. فيفي. اخت فيفي ممكن؟ انا مو فيفي، اخت فيفي. وين كنا يا فيفي؟ عند فوتي. ايه فوتي. نعم دكتور. كاسة مي. حاضر. وين كنا؟ عند فوتي. فوتي، افتحي الباب وفوتي. ما عم يفتح، مسكر. افتحي، افتحي وفوتي. مقفول بالمفتاح. دوري على المفتاح ولاقي للمفتاح. ما عم بلاقي، ضايع. لك لازم تلاقي. يكتو كلاريت، لك عيت قلبي، لك لازم تلاقي المفتاح عشان يفتح الباب. لكن خلصنا بقى، خلصنا. العمى ما بتفهم انت. العمى ريلاكس يا عمو، ريلاكس. هو شو كولا صابي عويف، ريلاكس من مولا. ريلاكس هو شو وينا مشكدم شكدم، وينا مشكدم شكدم، وينا مشكدم شكدم. هاتي هاتي ريلاكس ريلاكس ريلاكس. شوف دكتور، ده خلقي. ها تركوني بحالي. معلشي معلشي، طبيعي طبيعي دي، لانه المفتاح ضايع. ريلاكس ريلاكس ريلاكس. هو شو كولا يا عمي، وينا مشكد. هلأ غمضي 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 غمضي. غمضت وبعدين؟ غمضي منيح. شو شايفة؟ مالي شايفة شي. هذا هو، هذا هو حتمي. مشي مشي يا فريدة، مشي يا فريدة يا فريدة. خبريني يا ابويا على شو 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 شايفة؟ شايفة شايفة ضوء من بعيد. هدوي هدوي، امشي 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 لعنده، امشي لتوصلي. انا وصلت. وصلتي؟ لا ماشي ماشي. عم تقربي منه مو هيك؟ ضو كل ماله عم يبعد. معلش معلش، انت هيك بتحسي اصلا. شو شايفة؟
طبعا يقرب. برافو عليك، برافو عليكي، وبغار عليكي. شو شايفة كمان؟ شايفة باب كبير. كتير 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 كتير. قديش يعني؟ هل سكروا علي الباب؟ منعوني أجل. سكري عيونك، سكري عيونك. سكروا علي. افتحي لها الباب. ما عم يفتح، مقفول. دوري على المفتاح وافتحي. المفتاح ضايع، ما عم يفتح. لك دوري عليه منيح، تلاقيه هون ولا هون، لازم تلاقي لي المفتاح عشان يفتح الباب. لك يا عم لك ضايع، خلاص ما بقى يفتح. قلبي بدك تفتح قلبي يا عم، ما تفهم انت اللعبه بعيونك يا عم. قال لي حالتها صعبه، مفاصل الشخصيه عندها مفكفكه، وعقل الباطن مفصول عن عقل البراني، والمفتاح ضايع. أني مفتاح؟ مفتاح عقل الباطن خالي. وين بيلاقوا هذا؟ ما بعرف، عم يدوروا عليه، بس الخوف إنه ما يلتقى. شو بيصير يعني؟ شو بيصير؟ الله لا يقدر، الله لا يقدر، بيصير معه انفصال شخصي. شو هالحكي لك بنت أختي؟ شو هالحكي؟ بنتك بالدرس، انا هيك بفهم التربيه. كفين مرتبين، بترجع شخصيتها المفكفكه بتتشتت. لا خالي، هالمره فيفي حالتها غير كل مره. انا خايفه عليها يصير لها شيء. اذا صار لها شيء ما بيعود حدا بيتجوزها. بده يتجوز وحده معها انفصال شخصيه. هلا وشو الحل؟ شو قال لك الدكتور؟ شو قلتي لي اسمه؟ دكتور مجدي، مجدي ابن سينا، مو سمعان فيه خالي؟ أشهر دكتور نفساني بالبلاد. وشو قال ليك؟ قال لي إنه عم يدرس حالتها، وقال لي كمان إنه لازم أنا والبنات نتعاون معه، لأنه بجوز المفتاح يكون مع حدا فينا ومالنا عرفانين. ما دام هيك ما تلاقوا هالمفتاح وتخلصوا. شو فيها النحو ولا هالنحو؟ ما منقدر لحالنا خالي، الدكتور بده فريدة هي تلاقيه حتى لو كان معنا. كيف يعني؟ قلت لك خالي ما بعرف، بيجي الدكتور وبدلنا، هي شغلته، مو هو دكتور نفساني. شو قلت لي اسمه؟ ابن النفيس؟ لا خالي، ابن سينا، مجدي ابن سينا، دكتور مشهور، مشهور كتير. ماما، ماما خالو تعالوا شوفوا، فيفي طلعت على ظهر الخزانة وما عم ترضى تنزل. معناته المفتاح على ظهر الخزانة. فريدة، فريدة تعال قلبي، ما في نظرة. فريدة غمض عيونك، غمض عيونك يا فريدة. شو شايفة هلأ؟ ماني شايفة شي. طلعي منيح، طلعي لك. لا مو هيك، غمض عيونك وتطلعي وليلي شو شايفة. ماني شايفة شي. ما بصير، لازم تشوفي بنت، بنت صغيرة. شو شفتيها؟ شايفة حتمة. حتمة؟ حتمة كثير منيح. فوتي بالحتمة، فوتي. هي بخاف يا باطل، يا باطل. ألف حبل مشنا أولى يقولوا عمر خايف. يا خديل، يا فريدة، شغل الضوء. ما في كبسة، شلون بدي اشعل الضوء؟ تعال قلبي يا فريدة، شلون ما في كبسة؟ طلعي هون ولا هون على الحيط، إلا ما يلتقى شي فقاس دوري عليه. لقيتي له الفقاس؟ لا ما لقيته. دوري منيح، أكيد في كبسة للضوء يا فريدة. ما في، عم أقول لك ما لقيته. معلش 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 معلش. جربي تفوتي بالعتمة ولا تخافي. في ضوء، في ضوء، ضوء بعيد كثير منيح. هذا هو، مشي لعنده. طريق طويل. معلش مشي يا فريدة. شو شايفة هلأ؟ شايفة حدا. مين يا فريدة؟ انتي؟ لا، بنت صغيرة. هي هي يا فريدة. شو عم تعمل؟ واقفة
قدام باب، باب كبير كتير 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 قد ايه يعني؟ هل قدو؟ بدها تفتحه؟ ما بعرف، عم بتدور على شيء. على شو يا فريدة؟ على شو؟ على المفتاح؟ ما بعرف، يمكن على المفتاح. طلعي منيح يا فريدة، طلعي منيح، شوفي على شو عم بتدور. ما بعرف. ما بتعرفي، خليها تدور، خليها تدور على المفتاح. لقيت شيء؟ ما لقيت شيء، عم بتدور، عم بتدور. بتدور، عم بتدور. لقيته؟ لسه. يا الله. تأكدي تأكدي فريدة، يعني ما بصير. المفتاح موجود، المفتاح موجود، أكيد موجود. خليها تدور عليه يا فريدة، خليها تدور عليه، خليها تلاقيه. ما عم بتلاقيه يا دكتور، ما عم بتلاقيه. ما بصير يا فريدة، هون ولا هون؟ ما في. يا فريدة يا فريدة، المفتاح موجود يا فريدة، المفتاح موجود، خليها تلاقيه، خليها تلاقيه. لو علمك إلهي، تعا علمي يا فريدة، لازم تلاقي المفتاح دكتور. ما عم بتلاقي، عم اقول لك ما عم بتلاقي دكتور. العمى بعيونك، العمى ما بتفهم انت، ما بتفهم. لا دخيلك مطيعه، ما بدي جيبه، الحمد لله اللي انقضت على خير. شو صار معه دخلك؟ انكسرت رجله؟ انكسرت رجله؟ ايه، ما قلت الا انكسرت رقبته. شو وقع مطيعه؟ شو وقع؟ بس الحمد لله بعد ما سندناه ووقفناه طلع كتفه بس هيك زاحل من قرنته، قال بده صفيحه واربع براغي لانه ايده هيك صارت تتلق. ايه وعلى انه مستشفى اخذته؟ بتعرفي بهيك حاله خذوه على حاميش ونيك بيعملوا له معالجه فيزيائيه. ما اخذته، عرضت عليه اخذه بس ما رضي. قال في له رفيق مجبر بدومه ابن الواويه، قال بيروح لعنده كل ما صارت معه حادثه مع احد المرضى. ايه وين فيفي هلا؟ لسات على الخزانه. شو ساوي؟ بتعرفي ميمي، انت لازم تلاقي طريقه لحتى تستعيد ثقتها بنفسها. بنتك بتحب البروزه، بروزيها وساعديها تشوف حالها. مزبوط، بدها شيء يرجع لها ثقتها بنفسها، لانه فيفي مثل ما قلتي متعوده تشوف حالها غير شكل. يي ما تاخذيني ميمي، مشان الله صار وقت رياضه المشي، لازم روح. بس بعد الايروبيك بحاكيكي. شو رايك سجلك معي بالنادي الرياضي؟ لك انا فين هلا وانتي فين؟ امسكي يلا روحي روحي، الله معك لا تاخري. شبك ميمي عم تدفشيني؟ لك ما عم دفشك بس هيك، انا فاير قلبي على فيفي. يلا الله معي، بحاكيكي، باي باي باي، مع السلامه. فيفي حلوا عني بقى، حلوا عني، اتركوني لحالي، اطلعوا من حياتي. والقواعي عليهم، خمس فساتين سهرة هدية من أشهر المحلات. لك حلو عني، حلو عني، مالي نازلة، مالي نازلة. فيفي حبيبتي اسمعيني، انت بس اسمعيني. قاعدة يقدموا ليلي بتربح بطاقتين طيارة لوين ما بدها، واحدة إليك وواحدة إليك. ما بدي رد على حدا، ما بدي. وبدهم يحطوا صورها على غلاف مجلة مشهورة لمدة سنة. ماني سمعانة، ماني سمعانة، اتركوني بحالي بقى، اتركوني بحالي. وفي جائزة مالية، ورح يحضر الحفلة نجوم السينما والتلفزيون. فيفي حبيبتي عم يقولوا يلي بتربح رح تصير ملكة جمال الزهور لمدة سنة، وبعدها رح تترشح لملكة جمال البلد، وبعدين لملكة جمال العالم. فيفي ملكة جمال العالم، تعي تعي قري تعي. ورجيني انا ملكة جمال العالم. مو مو, مو. أرجنتينا. أروبا. شايفة حبيبتي فيفي؟ شايفة خطوطة شو صغيرة؟ زغري خطوطك لشوف وامشي مثلها. طيب يلا شوفيني. يلا
منيح هيك؟ ايوه هيك كتير منيح. فيفي ميلي شوي بكتف واحد هيك فرجيني هيك. اي امشي اي شغلي الموسيقى حتى فوت بالجو. يلا شوفيني يويو. يلا منيح هيك؟ لا ماما لا تميلي ما حلو هيك كأنه ملقوطة رقبتك. رجعي رجعي شدي حالك. ركزي ابتسامتك فيفي. ايه يلا شوفيني منيح هيك؟ لا فيفي لا ابتسمي ابتسامة ما فيها ذكاء. شلون يعني ابتسامة ما فيها ذكاء؟ يعني مثل ابتسامة ملكات الجمال. يعني كأنها عم تقلك ياي شوفيني أنا شو حلوة. عرفتي شلون؟ تذكري شو سخيف؟ تذكري حالك وانتي لابسة الشابو الصفرة الكبيرة؟ تذكرتي؟ أيوة هيك. يلا شوفوني. فيفي فيفي حبيبتي شوفي تفشي صدرك لقدام كأنك عم بتدافشي بالزحمة واشرقي بطنك لجوا والحقيني. يلا يلا شوفي هيك هيك. ايوه ورجيني لشوف. يلا عم دافش بالزحمة اشرقي بطنك. 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 شلون مامي؟ ايش شو هاد؟ شو هاي تفشي وشرقي؟ طالعة مثل ديك الحباش. لا عيدي مشيتك من الأول. في 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 بس لا توقفي. وقفي جنابي وهزي شعرك على كتافك. ايه يلا شوفوني. وهزي شعرك على كتافك. فيفي حبيبتي بدك تعرفي تجاوبي على الأسئلة. مثلا يعني مثلا ها إذا سألوكي شو هواياتك شو بتقولي؟ ما بعرف يارا شو هوايتي أنا؟ الشهرة والنجد. شو هالحكي؟ هواياتها مثل كل هوايات العالم، المطالعة وسماع الموسيقى وركوب الخيل. وإذا سألوها مين كاتبها المفضل؟ إيه لازم تعرف مين كاتبك المفضل ماما؟ روح ليلي شو كاتبي المفضل؟ لك فيفي بيقولوا له مين كاتبي المفضل مو شو كاتبي المفضل. طيب مين كاتبي المفضل؟ حميدو بالشبكة. ارتقبشيني. طب هذا سؤال، إذا سألوكي شو أهم الجمال أو الذكاء شو بتقولي؟ طبعا الجمال. مو حرام تروحيهم عشرطيتو لك بنت أختي؟ لكن نروح بأواعي قديمة خالي، بدي يشوفونا كل العالم على التلفزيون. خلاص برجع لك ياهن، بس تاخد فيفي التاج، في إلها جائزة مالية، بناخدها من هون وبرجع لك المصاري من هون. بترجعيهن ها؟ مو مثل كل مرة، هدول قايمن لساحة الغفلة، إذا مرضت إذا بركت لا سمح الله. سلامتك خالي، سلامتك، إن شاء الله صحتك بتضل منيحة، خلاص عم أقول لك برجع لك ياهن دغري كم يوم بس. انت يا منيرة اللي عم اقول عنك عالي، شلون بتسمحي لبنتك تشترك بهيك مسابقة؟ نسيتي انت من بيت مين؟ ما نسيت خالي ما نسيت، بس ما شفت شو قضيت وشو قضينا معها من قصة التلفزيون. يعني اتركها جن. خالي نحن عيلة مشهورين بالجمال. امي الله يرحمها، الله يرحمك يا امي، شوف هالوش مو كانت من كتر ما انا حلوة يقولوا عنا ملكة جمال. الله يرحمك يا اختي سريا، ما كان في من جمالها. الفرق بينه وبينها بس انه هي عيون خضر وانا عيون سود. بركي ما اختاروها ملكة جمال. وطي صوتك لا تسمعك.
ليش حتى ما يختاروها؟ اختك حلوة وبتاخد العقل، ما رح يلاقوا أحلى منها. خلص رولا لا تفاولي. مو هيك قصدي ماما، مو هيك قصدي، بس يعني بركي اختاروها وصيفة أولى أو وصيفة تانية مثلا. رولا معها، يعني بركي ما اختاروها بنوب. يعني ماما ما بتشوفي مسابقات ملكات الجمال؟ الملكة بتكون بشعة وتمها كبير وأنفة كبير، مع أنه في أحلى منها بمليون مرة. بس في أسباب تانية غير الجمال بتخليهم يختاروا الملكة. مزبوط ماما، في الحضور. شو دخل الحضور؟ اللجنة هي اللي بتختار. لما قدمنا الطلب والصور أنا وأختك أخذوا لها شي 50 قياس قبل ما يوافقوا على اشتراكها. بقى الحاضرين ما دخلهم، هدول بس بيتفرجوا وبيصفقوا. يا ماما أنا قصدي الحضور. الحضور مو الحاضرين، حضور شخصيتها. يعني هي لما بتوقف هيك بدون ما تحكيها قديش بتأثر فيهم. من هالناحية فريدة عندها حضور، بس لما بتحكي بيختفي. بس انت وياها بدكم تفشلوها قبل ما تروح. هي أختكم، إيه ما صدقت امتى رجع لعقلها. لازم تفرحوا لفرحها وتزعلوا لزعلها، بعدين التاج للعيلة كلها. عليا روح افتح. شو هاد شو هاد؟ عجبك؟ ما يبلى هذا خاله. يلا يا بنات جاهزين؟ جاهزين خالي. جبت لكم 3 سيارات، هذا مشان البريستيج، كل تنتين بسيارة. يلا فريدة نحن جاهزين ماما. كتير ضيق على رجلي، رح اختنق. معلش ماما معلش، هلأ بترخي. قلت لك خذي أكبر نمرة، ما قبلتي. لا ماما بهي بتطلع رجلي أحلى، بتصير مثل رجل سندريلا. يارا رولا تعوا سندو أختكم تعوا. نحن وين رايحين؟ آه يا أمي هبرتني تهبير. آخ يا راس. آخ فوتوا فوتوا ما حدا يشوفنا. يا رب معك أنا. الحمد لله لسه ما حدا فوق. مسكي مسكي طلعي مفتاح افتحي ماني أدراني. يخرب بيتهم والله لا أرفع عليهم دعوة. هاتي هاتي والله لا شرشحهم بالجرايد. ما شو صار لك؟ سبتي إيدك يلا إيه افتحي بسرعة. يا أمي بس لسكر بعض الأسانسير. أخ يا أمي أخ يا أمي. باتي رولا باتي. أخ عدوني عدوني عدوني. يخرب بيت يخرب بيتهم. قال انتخاب، قال الملكة، قال لجنة. قال أنا زعلت أكثر شيء على خاله لأنه بده يطول بالمستشفى. شوهوني شفوهوني نتفوني شوهوني. يوم أنفي شو صاير لأنفي؟ أحمد ربكم أنه نفدنا. ما هان علي الصبح لما شفتكم فايتين بهالشوفة، قلت لحالي معليش يا بنت، حتى لو ما سألت عنك منيرة خانو ما بيهون عليكي فيها وبناتها. ولو يا منيرة خانو نحن جيران والجيران أهل. أخ اللي صار ما بيتصدق يا عم فادي ما بيتصدق.
شو هالبلد؟ لك شو عم يصير؟ تصوري من جكرة هبجت التاج على راس بنتي هبج، بنتي اللي طلعت ملكي على 50 بنت كانوا مشاركين. طب والمسؤولين شلون خلوها؟ لك شو شلون؟ ما عاد حدا سمع حدا. هي هالشرشوحة بنت أخو ما بدنا نحكي، شافت حالة ما طلعت لا وصيفة ولا ملكة، قام هبشت التاج على راس بنتي هبج وحطته تحت رجليها وكسرته. والتاج أصلي؟ ألماس يعني؟ لا مو أصلي، لأنه هنن بهيك مسابقة ما بيحطوا تاج أصلي، يعني هنن بهمهم المعنى. طيب وأنتي وبناتك ولي على قلبي شلون تبرتوا التهبيرة هاي؟ يعني بدك يعني شوف وحدة عم تضرب بنتي وتعتدي عليها وضل بعيدة؟ ركضت لحتى خلص بنتي، وركضوا البنات معي، وركضت اللجنة والممثلين، وفي واحدة بالمسابقة ما بعرف مين ضربتني بكعب كندرت وفجت لي راسي، ولما البنات شافوا الدم على وشي طار عقلهم. ما بعرف كفي لك انفادي، ما بتذكر إلا كل شي حواليه مكسر وأواعي مشقشة وشي عم يطير وشي عم ما بعرف. وفريدة على قلبي عليها، شو صار معها؟ شو صار؟ هبرتها هديك الكلبة تهبير، ركضت بدها تهرب، كندرتها ضيقة على رجلها، تفركشت على الدراج، انكسرت رجلها، الله يجيرها من الرعبة. بسيطة تقبريني، بسيطة، الحمد لله اللي هيك مو أكتر من هيك. بس بدك الحقيقة؟ في الله، في الله بعدي اسمه وكرمه، دخيل اسمه وكرمه، قصدي يعني في الله ما بضيع لكم حق، ما بضيع لك حق لا انتي ولا بناتك. فاروق بيك ماني شايفته، كان معكم يعني وينه؟ يلا يا بنات برد الاكل. الو مستشفى الطلياني، بدي فاروق بيك. والله الو، مرحبا خالو، كيفك خالي؟ كيف ضلوعك؟ وحنكك خالي رجعوه لمحله؟ ورقبتك لساتها مخلوعة؟ لحظة خالي لحظة، ما عم بسمع، يمكن انطرشت. ايه خالي، ايه معلش بدك تطول بالك. ايه قال يلي بعمرك بيطول العظم ليلحم. بعرف خالي مالك كبير، طبعا بدي اجي زورك بس لفك هذا عن راسي. شو براسي؟ خالي ماشي حبيبي، يلا مع السلامة. الو اهلين، مين؟ لا انا مالي فريدة. مين حضرتك؟ لا ولا يارا ولا رولا، مين حضرتك؟ اذا ما رح تقول رح سكر. مين؟ ماما؟ ايه موجودة ماما، في واحدة عم تغلص بدها اياكي. الو الو، مين؟ ودي ولك ابو